أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينة رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية أن التوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى تشكل القاعدة المتينة التي يرتكز عليها التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك في إطار ديمقراطي عصري يدعم حقوق الإنسان والحريات العامة ويرسخ أسس دولة القانون والمؤسسات. أشادت معاليها بالجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن باعتباره عماد التنمية، ومنوهة معاليها بما توليه الحكومة برئاسة سموه من حرص مستمر على التنسيق مع السلطة التشريعية خاصة خلال الظروف الاستثنائية المتزامنة مع تفشي جائحة كورونا. جاء ذلك في كلمة لمعالي رئيسة مجلس النواب خلال ترأسها وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الجمعية 42 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي ركزت على موضوع التخفيف من الآثار السلبية للجائحة على الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحديد الإجراءات الرئيسة التي يجب على البرلمانات اتخاذها لاستعادة الثقة في الديمقراطية. أكدت معاليها أن مملكة البحرين تتخذ من معايير حقوق الإنسان مسارا ثابتا لعملها في مختلف الظروف لإيمانها المطلق بأن الحفاظ على هذه الحقوق وترسيخها هو مبدأ أصيل يعكس مدى تطور الدول وتقدمها.